الله يحطمها دباعتها دو خلقك إيمان يسويين إن قبل ما قرن نسا عمت دي صوت يار نسا محاجة بدا قريقا كبحن شخصيات دي دي شخصيات عن حين بان عيار نقص كا قود غيمر كوان عبوريا إلا إن معلم بيقا صوتن بحي سايو تي أسما دي بصوب حي سي بي 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 بيقا صوتح موقع نسي معلم تي أسما دا سيقا صوتح موقعتين سو وريقو أيو لي هي واحد أغن كانت وضبطة وام حي سيداني أوكي قلت بدوني ينوي درين سي مركا واحد شخصيات أنا وح ما أنا بقى أنسمينين شخصيات دي عن عياري إنسو متلي شخصيات أنا حين بنقول الله إمتى إذا توطن كي مقرن إسايس غير صان كتاب تاعها ولعك بدن هيستي ومركو إن كان إنجليز كي من اللي قول ورني وضيع شي عبها يواجبو بيني هذا هوش اللي وريقي أو هوش اللي وريقي عيار إسو مرتي مركان حالكي لعك تانا ويكو هرقن إساي رومانتك بوقف كي بونو قنايا because of he can't financial you know طلباتنا واحد عضي إن واحد نسئلي أنو قبرنا ودونا يدور كيدان عيار تاسنا وخلط أنا نو سميي إي خلط ويسو سميي ما إن دور كان عياري وحاكم إذا ساحي بمريهي إن بحيد دمتش علي قبرنا قرقة شوك تانا هاي إن ووحيارها ما عارك تهابليه إن مركي نشو كانسرا إنا ينرقو شاكم إن رونتي نقا هاي أسمعي واحد من كلش علينا شيء كذا هذا بيجي يستوحي تاي دا عطبات هاي garna isay marka waxaan ciyaaray door kan aan ciyaaray waxa kamida aniga xushmaynta la igu soo koriyay la igu oran jiray gabadhu haddii dibsato oo wili bana magana sa madama qof ADHD lahay very hyper person manahay oo aad energetic oo sheekeyso oo hadal badan oo waxyaalahaasina aniga hooyada waxay igu oran jirtay waligaa bismillaah raxmaatan yaa ka guursanay qaylada badan leeb qaaday in soo hooyanayn ba ee wareegaysay sagaashanka ba baxaysay aa walaa biyo tuban ka habeen soo hooyaneysa alla ilaahay hooyo asturtaasi oran jirtay islaamiy jaarka arkay hooyadii bay iga aacud blameysay shidanaan jirtay marka waxaan dareemay inay sharafta gabadha sharafta leh loogu talgay marwada ah ee aamusan hadalkeedu dhidhiibsan yahay dulqaadka badan ee haduu xataa ay weydiiyey markaba carooto how do you handle biyo oran jirtay markaba carooto sidee dabeecadaadu ay tahay waxaan oran jiray anigu qofku ee ma garanaysa inuu iga potpoto waan dulqaata waan dulqaata waan dulqaata maalin baan xanaaqa laakiin markaana way istajiyey وابن سقاشن كبا وابودا سيف البود بانها ان تكالنا بحان وشيغن وحكا بسم الله الرحمن الرحيم بانو سوغلينا لا لا مطبخ قالك عربه مطبخ مارك تبي سنه ويل با سوغل نوع عسل ومتلينا ما او اونستي كنا ان اسكو هيستي ان اسكو ديو ان نقضتا مركي انو غري ودا غلني هدا دباتد خلكي كيمانيس ويهن ان قبل ما غرنسا عمتدي سو ديارنيسا محجبدا غريغا كبخين شخصيه ديدي شخصيه عن حين بان عيار نقص كاكو دغي مركا وان عبوريا الى المعلم بيغا سو تنبخاي سايو تي اسمدي با سو بخاي سي بي 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 بيغا سو دخ موقاني سي مالنتي اسمدا سيغا سو دخ موقتين سو وريغو ايو لي هي واحد اقن كانت وقتا وا مخي سداني اوكي قلت بدونين ويدرين سي مركا واحد شخصيه انا وح ما انا با ان سمينين شخصيه دي ان عياري ان سو متلي شخصيه انا حين بنقول الله يمد طيب اسغ لفتركيس و خيلغا اي متلي اسغن ان لويال يحي قف لويال وما قرني ساي أنيق مويانة أتكلم عن ذكر الحين أنيق مويانة أن قبر كلا أركينين أدون في إيجو تعل نلشي صورنا معنا هاي إن ما قرني ساي وحاسو لبوا أنيق إيه مثلي ماركي أنا قرقة صوت قلنا نروح نروحها ويلير أو ما قرني ساي دولا يو تجيه بقى أو فكيشن يقارن فكيشن كيو حما يقولنا إن جرمني ما تجيه فكيشن ما بحياة هل كاسن تجيه فكيشن ما تجيه فكيشن كان أنا ميانة قانا بس إنك وابح فكيشن كان aniga oo gurigi doonayaan guriga la idinjiina aniga guriga dul saaray la idinjiyo dabaqa halkayga aan iska maamushado halka aan joogo isaguna vacation ka igaga maqnaado marna baxo dhowr bilood soo maqnaado dhowr bilood igu soo noqdo aniga meeshi u fadhiya ana dhowr ka bilood isagu iga maqan yahay cag madhigadaas aan aha dhowr ka bilood ila joogana inaan tamar wadaan aha marka misunderstanding way ba ka socda dhowr ka marwada marwo ma noqon kartaan qali waxa ay sheegtay ayuu gurti kireysi yana marka waxaan bilaabay inaan honest noqdo on anigu personality-ga caadiga la soo baxo wuu iyo qana furaha waa ilaaba aabaha furaha turistaan ahay anigu furayaasha waa turaya ee kaba aan kabihii barafka ahay ma xidhanaya xataa marka qaar
أنا بحب أي بصور عايزة مركز سنة سكت رافن كل فلاي بليز كان يجيك ميدا أشويز كبا حما يكيني كرتابان ورمي instead of أنس أوران لهايس هباء ويس هجاتي نياهي منك يعني كو أركني واي أسمى دي هورا ما أركت مربوض أحي والله بالله باكو إري ناقص كو فلان بان هايو فراتي داي وح إقلو ميا بچرا وح بانا قبانا إيا إساق إنتان صور لأفن أنو غير كيسة ما أركت سوء عاون شرون قرقة بكسو ماري تشري موالا فا مركا شخصية دي عادي قان لسو كلا بحي سيدانا أنو بوحي Do you want me like this or you don't want me? ويا سلام يقول ربطها مش يقول مرتدي ويا حتى دوني friends أنا راعي وأنا راعية whatever I think is good إنه قف كونه أنا جاي يقول شعري okay شخصية ده إذا مركا كلامه بقنا يو إنها شخصية ده إذا لصوبة because بالله جيبه حن كلام بالله بي أنا جيو شخصية ده أنا زو مجرد مركا كوره I love you دي عندك تجيبه بالله بي مركو يريد تشن أنا أيام بالله بينا real me صار صار because واحد دوني إيه sustainable relationship نقطه because relationship كوري يقصد بروح يقصد مين دور أنا ياري أنا قلنا إيران كي كان دور ياري ما كان مرة من رياض دم بقى كل سنة هذا بان يو وح وير إيه نقطة شخصية صاحب ما لها ولا صاحب ما بحلا وابحة سبت إذا ما بحلا ووريقة يها سبت إذا وابحة أنت كان أنت بتقانا ما يمع قانا أنت كان أنت مال مالنا نود اللي يربع سكاكا تورتا هذي كلام مع قانا يسألون الحور أنت ذا أنا قوي قانا سد الله كريه بوقاك بدن بو أخريا يفراي ورسبي بوقو كأجا وسمعي عشوين كا أوكي لكن عشوي يكون بو سمعين كريا next day مركن نقطة عشا دي وشالي سو سمعي وكله أي فريج كجلينا يا سي مقارنة زي موت لاضة لاقعته لاضة أنت ذا لاقعته box lunch box وكلا لاقعته أنا يسألون lunch box قانا and أنا أقول واحد إنه وحيرها كان يكون في عنا هاي وحكم إذا نرمي رستوك لو كان في عنا إنه قصار الدين تنقدير لك لا لا بستود لا تونا أبا لا لا بستود سلك وشغل مركب واحد سلك قاعد مني قريب تيدي أنا جاي كحمي ذي نسوي كفي عنا قريب تي سلك كحمي نسوي من مدبك حنيا مدبك حنيا سو كله مركب and حلو حلو قبنا يو لا بروح ما قبنا كره المهم إني خر أردان متشعل مكوا كله هدول ما رتى ونر لا لعب يو كله المهم وين كحين كره and marku ilmaha hayo ilmaha ku focus kareenayo wa inaan wax kala qaban kara because two things at that time ma qaban karo laba wax hal mar mooda qaban kareysu marka isagana waxaan arkay imperfection kiisi oo ii sheegay honesty oo garanayay dabeecadiisu oo garanayay shakhsiyadiisu oo cabir karayo hadal ku cabir karayo aniguna sidoo kale noqday inaan ku cabir karay hadal ana saasa raba saasa jecelahay waxa san cabay mid kale waan aqaana feedku isagu saxda wa very early morning wuxuu yeyn dadka aroorta hore toosa ee habeenkii feed ka hor saxda ويان ان انت او دحايس وخل بو قبانيا لكن markay xiligiisa energy-giisa soo dhaafto wuxuu noqonaya very irritable qof araysan bu noqonaya energy like ah like one daily like you know ayu noqonaya markaa waxaan isku dayaa anigu markay feed-ki gaado inaan kala wareego wixii kale ee qaban lahaa guriga suu isagu u nasta xiliga aroorta horan anigu ma jecel cidii toosisa aroor bama maqal karaan cidii toosisa oo bariga horan boodi jiroon soo rin jir rag waa laga hortoosa waa laga hor carara dididididid ma aqaan aroorti isaguna waa ku fiican yahay aniga feedki baa ku saacay marka qof walba badbaad hadiisi waa asla wadna marka intu ku xun yahay aniga ku fiicanahay intan ku xumahay isagii baa ku fiicnaanay oo inaan qariyo shakhsiyadeedu uma baahni oo wax walba dusha saarto ay hadda markii ay qofka binaaadana ka soo qaad uu guur hore soo maro dhibaato ku soo dhacdo hadda deesha qiino qorgaaf sheekadiisi wax you know wixii haddan hadaayo markaan ka sheekeynayo lahaa calashan laba fareen aan soo yeesho dhibaato iga soo gaad defensive mode aan ku jiraa already you know my heart is closed already to accept somebody in our open gareeba ma waxyaabihii horo kale inta halkan la soo gashay guurkan kale oo kale defensive aan ku jirto is leedahay you know waxaan iska ilaaliyo sidu difaac aan ku jirtaa marka ma ku effect gareysa yeah it did affect me at the beginning and sababtaas aan u tagnay counseling aniga isagu waxaan tagnay counseling because waxaan qabay in cabsi badan oo waxyaalaha qaar kood waliba ma aragto trust issue wallah ina qof ku kalsoonaad oo kalsooni buuxda asiyo waayo inankii kale baa kulba naaka daba urdi jiray marka shak yaan la inaan qaado oo ma garanayso oo is he talking somebody else isaguna inaan qof kala ba telefoon qof kula ma hadli karayo oo ma garanayso ay aan shakiyo aan bilaabo laakiin taasina waxa naga caawisay waxa weeyaan waan ka hadlay insecurities kayga I have insecurities because of what happened to me insecurities baa aan ka soo qaaday wixii ku dhaco kale dhibaatooyin baa iga soo gaaray okay and isaguna wuxuu yiri okay waan arkay in insecurities ka soo gaareen laakiin waan ku jecelahay and I want to spend the rest of my life with you sidee bayn waxan markaa aan waan ku jecelahay sidee bayn u xalina marka waxaan arkay aniga inaan xalin kareynin kaliya anigu ma xalin karo naftaydi waan xalin kari waayay anigu ma xalin karo kalsooni daradaasi way haysataa markaas aanu bilaawnay inaan counseling tagno 3 years baan counseling tagnay 3 years kaas waxa counseling ka noo sheegay inuu ka baranayni
sidaan labadayadu u samaysano trust on aniga insecurities-ki igu soo dhacday isagu waxba iguma sameyn ee insecurities-ki hore aniga isoo wadatay aniga dhibaato ah baggage-ki hore dhibaatadii horeen wateen reerkii kala kala intee baan reerkan ku dhufanayaa de reerkan oo la imanaya anoo qalaabtaydi wata marka inaanan dhibaatadii hore aanan reerkayga cusub keenin ayay iga caawineen inay furfuraan isagana ay arkaan oo la hadlaan oo ku dhaadaan how he's gonna handle me because sometimes I'm gonna feel sad sometimes waxaan iska noqonayaa qof iska xanaaqsan sometimes because marka trauma nagu soo dhacdo is really hard in an handle garayno dadka inagu xeerana dhibaato inaga qaadayaan hadaan inala fahansanayn how to handle markaasuu bilaabay inuu yiraahdo waa qofkii ugu horreeyay waa waxyaalahan ku jecelahay ninkayga waa wixii ugu horreysay uu yiri marka aad noqoto insecure ama aad wax diido how do you want me to handle sidee baan u handle garayaa instead of igu yiraahdo maxaad waxa u samaynaysaa maxaad u carootay maxaad sidan u samaysay insecurity baad imaaha markay actionkaasi dhacaan ee carooteen insecure noqoto wax ka noqoto sidee baan u handle garayaa waa qof doonaya inuu waxay la xaliyo noloshaydii la sameeyo and that's why we had to go okay let's go to a therapy and tagna sadex sanaan soconay lacag baa ku baxaysay of course laakiin waxa ka muhiimsan qofka aan noqdeen ka soo baxay anigu waxaan noqday very trustworthy ah isaga ku kalsoon anigu insecurity aan qabin anigu oo isku kalsoon naftaydii xataa oo la you know I can touch the sky isaguna wuxuu yiraahday yes you can do it babes you know haddaan u xilliga patience ii lahayn una dulqaad ii samaynin isagii anigu maanaa wada joognay gabadh ku buuqayso maskaxda ka cunaysaa maha walaalay cabdi cali ma inuu wuxuu ku dhiilaa way waalantahay markaasu dhaqaaqi lahaa way waalantahay wufis bay qabtaa waa anigu bay igu waalatay saasay ii baaraysaa markaasu carari lahaa soo cabdi caliya dhibkaasaan ku haysanaa asmaay mideeda kale gabadh baa arkaysaa trust ishigaasu ku dhacay haddana nin kale haddana ku kale furiinka wuxuu u badanayo maalin walba gabadhu nin cusub u guursanayso isfahan la-aan baakajkeeda iyada xambaarsan bay la gelaysaa ninki kalo maskiina de waxba ka samayn bum bambada halkaas ka qarxaysaa marka waxyaabaha way wax laga baran karo sheekadaada oo wax badan lagala dhex bixi karo dacooyinka lasoo dhiga lasoo dhigaintaan maal cusub loo keen qof walbo isagoo jawaan xambaarsan ninka xitaa isagoo jawaan xambaarsan nin baa ku dhahay markii nimankii naaga isukaansanayaan naagaa soomaalida waxaana sembiri soomaalidu ka sheekaysataa waxyaabaha negativeka soo dhacay a wallaahi xubiyey waxyaabaa negatifeka nin baa naag daag baa nin dhacday naag baa nin baa naag guursaday oo shan sano ilma qarinayay shan sano kadib la ogaaday waxyaabaha asalaamu calaykum waalaykum gabadhan asma waxaa moodaaba inay nolosheyda ka hadlaysabo say nolosheeda aga hadlayso ku soco nafsi sheeyaanahay nafsi shey laakiinse waxa ay soo qaadatay sixitaanka saddexda saqaabkee lagu soo saxay walaa therapy baan tagay haddana hooyo wanaagsan xataa ma noqon lahayn because carada badan inu qabay anigoo qofkii aan kala tagay iyo noloshaydaba qabay wax walbaba hooyadii baan xataa anigu weydiiyan kuri hooyo marka dib u eegto noloshii aad soo noolay maalin keliyaata ma odhan karaysaa qof baa isoo jeclaa somebody loved me ma odhan karta hooyadii waa 65 years old aniga weligii cidiyi may jeclaan dib bayna u eegtay hooyadii and she was like no ma odhan karo nimankeena soomaalida dad maba jeclaadaanbo taasaan ka booday haddaba anuguna badisaa u maleeya waxaan